بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مع تصحيح التقنية رقم 1 من الدرس الجديد درس المتتاليات. وكما قلنا هذه المسألة فهي مهمة جدا ومن المسائل الأساسية في الامتحان الوطني، إذا أتمنى أن تكونوا قد بحثتم بشكل جيد. إذا سنتطرق إلى الحل بتفصيل. إذا بالنسبة للجزء أ، إذا أولا إذا إي واحد تساوي 1/2020 إي صفر زائد 2019، إذا تساوي 2018/2020 زائد 2019، إذا العدد تساوي 4,080,398/2020. إذا بطبيعة الحال نترك النتيجة مضبوطة، وبطبيعة الحال بين قوسين إن احتجنا القيمة المقربة فهي تقريبا 2019.999. إذا بالنسبة للسؤال الثاني لدينا، إذا سنستعمل إذا استدل بالترجع. إذا بالنسبة للتحقق العبارة صحيحة، إي صفر تساوي 2018 أصغر من 2020. فرضية الترجع، نفترض أن العبارة صحيحة إلى غاية إن أو من أجل إن، إذا لدينا إن أصغر من 2020، وعلينا أن نبين أن العبارة تظل أيضا صحيحة من أجل إن زائد واحد، أي أن إن زائد واحد أصغر من 2020. إذا إن زائد واحد سنحسب الفرق، إذا إن زائد واحد ناقص 2020، علينا أن نبين أن هذا الفرق فهو عدد سالب، إذا نعوض إن زائد واحد بقيمتها 1/2020، إن زائد 2019 ناقص 2020 تساوي 1/2020 إن ناقص واحد، نقوم بالتعميل بمعامل إن وهو العدد 1/2020. فنجد 1/2020 عامل لي ان ناقص 20، وهذا الفرق بفضل فرضية الترجع، بفضل فرضية الترجع فهو سالب، اذا ان صغر من 2020 اي ان ان ناقص 2020 سالب، اذا سالب في الموجب في عدد موجب فهو سالب، اذا بما ان ان صغر من 2020 فان ان ناقص 2020 سالب، وبالتالي هذا الجداء سالب، اذا الفرق ان زائد 1 ناقص 2020 فهو عدد سالب، هذا يستلزم ان ان زائد واحد صغر من 2020. إذا النتيجة والخلاصة، إذا ما يكون ان في ان جميع حدود المتتالية أصغر من 2020، أي أن المتتالية فهي مكبورة بالعدد 2020. نمر إلى السؤال 3، إذا لنبين أن أو ندرس رتبة المتتالية. إذا ندرس إشارة الفرق في ان زائد 1 ناقص يو ان تساوي 1/2020 ان زائد 2019 ناقص يو ان. إذا نقوم بجميع الأعداد التي تشتمل على UN، ثم بعد ذلك نقوم بالتعميل. إذا نعمل بـ إن فنجد إن عامل لـ 1/2020 ناقص 1 زائد 2019، بطبيعة الحال نحسب ما بداخل الأقواس، إذا تساوي ناقص 2019، إذا على 2020 إن زائد 2019، مرة أخرى نعمل بـ 2019 لأنه متواجد في هذا العدد في هذا التعبير وهذا التعبير، فنجد إذا 2019
وهنا بين قوسين نقوم بتوحيد المقام، وهو المقام المشترك هو 2020، فنجد 2019 ل 2020، 2020 ناقص يوان، وهذا بفضل سؤال سابق. إذا فهذا العدد فهو موجب، لأن يوان دائما أصغر من 2020، موجب في الموجب فهو موجب. إذا الفرق ان زائد واحد ناقص ان فهو عدد موجب ما يكون ان في ان، اي ان المتتاليه فهي تزايديه. اذا استنتاج، اذا لدينا من جهه ان تزايديه، ومن جهه اخرى مكبوره بالعدد 2020، وبفضل خاصيه اساسيه في المتتاليات، كل متتاليه في ان واحد تزايديه ومكبوره فهي متقاربه. اذا المتتاليه متقاربه، ما معنى متقاربه؟ اي ان لها نهايه منتهيه، ليست زائد ما لا نهايه وليست ناقص ما لا نهايه. إذا نمر إلى السؤال الرابع. إلى السؤال الرابع نحدد ليميت يوان. إذا المتتالية يوان من نوع إي صفر تساوي 2018 تنتمي لإي، الذي يلعب دور المجال إي هو المجال المؤلم في 2020، وإي إن زائد واحد تساوي إف ليوان مهما يكون إن في إن، وإف متصل على المجال إي، وإف لإي تساوي إي الذي بدوره ضمن إي، أي أن الشرط إف إي ضمن إي فهو بطبيعة الحال إذا محقق. والمتتالية متقاربة، إذا حسب خاصية أساسية رأيناها في درس المتتاليات، إذا نهايتها هي حل للمعادلة اف اكس تساوي اكس. إذا علينا فقط حل هذه المعادلة، وإذا كان لها حل وحيد إذا هذا الحل هو القيمة بطبيعة الحال، قيمة النهاية. إذن هنا بطبيعة الحال إذن سأقوم بتصحيح إذن إكس على 2000، إذن زائد، إذن نسيت 2019، إذن زائد 2019، إذن إف إكس هي هذه، هي إكس على 2020 زائد 2019 تساوي إكس. إذن قد نسيت هذا التعبير. إذا هذا يكافئ. إذا بطبيعة الحال 2019 نقوم بتمريرها إلى الطرف الآخر، و X نقوم بتمريرها إلى الطرف الأيسر، فنحصل على X ل 2020 ناقص X تساوي ناقص 2019، وهذا يكافئ بطبيعة الحال. إذا هنا بعد التعميل ب X، إذا نقوم بالتعميل بطبيعة الحال ب X، فنجد X عامل لوحدة ل 2020 ناقص 1، والذي سيعطينا ناقص 2019 ل 2020، ثم نختزل بناقص 2019 لأنه متواجد على اليسار وعلى اليمين، فيبقى لنا في الطرف الأيسر إكس على 2020 تساوي 1، وجدا الوسطين يساوي جدا الطرفين. إذا مرة أخرى جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين، فنجد إكس يساوي 2020، إذا نهاية هذه المتتالية هي 2020. إذا الجزء ب، إذا حساب في صفر تساوي إذا 2020 ناقص إي صفر، إذا 2020 ناقص 2018 إذا تساوي 2. السؤال الثاني، إذا في إن زائد واحد نحاول كتابة في إن زائد واحد بدالة في إن لاستنتاج طبيعة المتتالية في ان. إذا نعوض ان زائد واحد بطبيعة الحال بصيغتها، فنجد واحد ناقص واحد ل 2020 ان.
إذا نقوم بطبيعة الحال إذا بالتعميل بالعدد 1 على 2020، فنجد 2020 ناقص يوان، وهذا التعبير هو بالضبط هو في ان. إذا في ان زائد 1 تساوي 1 على 2020 في ان، تكتب على شكل كي في ان، حيث كي هو العدد 1 على 2020. إذا المتتالية في ان هندسية أساسها 1 على 2020. السؤال 3، إذا قمنا بالتذكير عبر القناة إذا في العديد من المرات بالطريقة، عندما يطلب منكم أن تكتبوا إي إن بدلالة في إن، دائما نتبع هذه الطريقة. في المحطة الأولى نكتب في إن بدلالة إن، وفي المحطة الثانية نكتب إي إن بدلالة في إن، ثم نعوض بالقيمة التي وجدناها بالنسبة ل في إن أي الحد العام. نبدأ أولا بطبيعة الحال بكتابة في إن بدلالة إن. إذا نستعمل صيغة الحد العام لمتتالية هندسية. إذا في إن تساوي في صفر في كي أس إن ناقص صفر. إذا في صفر نعوضه بقيمته وكي بقيمته، فنجد صيغة الحد العام للمتتالية الهندسية. إذا الآن نتطرق إلى سؤال مهم جدا، والتي كنت تحدثت عنه قبل قليل. إذا عندما يطلب منا تحديد كتابة اي ان بدالة ان، نتبع هذه الطريقة. في المحطة الأولى، إذا دائما نحدد اي ان بدالة في ان. إذا انطلاقا من تعريف المتتالية بطبيعة الحال في ان، المتتالية المساعدة في ان. إذا لدينا في ان تساوي 2020 ناقص اي ان، نقوم بتمرير ناقص اي ان للطرف الأيسر، فنجد اي ان تساوي 2020، وهذا التعبير إذا هو تعبير اي ان بدلالة في ان الذي نهدف إليه في هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية سنكتب في ان بدلالة ان، ثم نعوض بطبيعة الحال في ان الحد العام الذي وجدناه سابقا. إذا اي ان تساوي 2020، ونعوض في ان بقيمته. إذا هذه المحطة الثانية. إذا عندما نكتب اي ان بدالة في ان، نقوم في المحطة الثانية بتعويض في ان بدلالة ان الذي وجدناه من خلال صيغة الحد العام. إذا الآن النهاية، لدينا 1 على 2020 فهو عدد محصور قطعا ما بين ناقص 1 و1، نهايته تساوي صفر، وبالتالي نهاية هذه المتتالية صفر، فيبقى لنا 2020. إذا ليميت يوان تساوي 2020، وهذه الطريقة الثانية التي اقترحناها في هذه المسألة لحساب ليميت نهاية هذه المتتالية. إذا السؤال 5 والأخير، إذا تساوي 2 زائد 2020 ناقص 1، إذا تساوي 2022 ناقص، إذا نجد 4042 ل 2020. إذا أردنا قيمة مقربة، بطبيعة الحال دائما نعطي القيم المضبوطة، ولكن في حالة إذا كنا نحتاج في سؤال ما، إذا فهي وضعتها بين قوسين تقريبا 2 فاصلة، إذا كما تلاحظون هذه الأعداد وراء الفاصلة. السؤال ب، إذا لكي نعرف هل المتتالية دبل في ان متقاربة أم لا، علينا أولا أن نحدد دبل في ان بدلالة ان. إذا دبل في ان هي مجموع حدود متتابعة من المتتالية الهندسية. نطبق القاعدة، تساوي الحد الأول عامل لواحد ناقص كي أس عدد الحدود، وهو آخر ميدل ناقص ميدل الأول زائد واحد على واحد ناقص كي. إذا في صفر لدينا، ثم بطبيعة الحال كي لدينا، فنجد إذا تعبير دبل في ان بكل بساطة. إذا تساوي، إذا بطبيعة الحال إذا نحسب، إذا نستعمل الحساب، إذا تقنية الحساب العددي، فنجد بطبيعة الحال إذا دبل في ان تساوي، هذا التعبير النهائي لدبل في ان. وبما أن هذه المتتالية تؤول إلى الصفر لأن أساسها محصور قطعا ما بين ناقص 1 و1، إذا ليميت دبل في ان تساوي 4040 على 2019، وبما أنه عدد حقيقي إذا المتتالية فهي متقاربة.
إذا لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا وجميع المسلمين. أوصيكم وتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحفاظ على الصلاة وكثرة الدعاء، ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ويرفع عنا هذا الداء والبلاء. إذا أريد أن أخبركم أن حسابي بالنسبة للفيسبوك قد تمت قرصنته، لذلك إذا أي عمل إجرامي وراء هذه القرصنة فأنا بريء منه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام عبادي. إذا هذا ليكون في علمكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.